في آخر تصريحاتك تقول نحن أمام مرحلة جديدة اليوم ونتوقع أي شيء. كيف قرأت رسالة إسرائيل اليوم ضد الضاحية الجنوبية؟ لا شك خلال اليومين الماضيين يبدو أن الكيان الصهيوني اتخذ قرار بمستوياه السياسي والعسكري لاستهداف لبنان، رغم كل الكلام والتوصيفات لما جرى وبأنه جريمة حرب، وهي استكمال اليوم لما جرى، وطبعا هو رفع لمستوى الاعتداء الذي بدأ به يوم الثلاثاء، وكان من المتوقع أن يكون هنالك أمرا مستجدا. لا أحد كان طبعا يقدر مستوى هذا الرد وحيثيته. كان متوقع يحدث شيء جديد بعد تفجيرات البيجر وغيرها؟ هو حدث جديد بعد ما حصل الثلاثاء. حدث جديد ولكن كان متوقعا تقول؟ كان متوقع أن يكون مستوى هذا العدوان طبعا متقدم أكثر مما حصل، وكما رأينا يوم الثلاثاء كان العدوان تفجير البيجر. تفجير البيجر يوم الأربعاء كان طبعا الاستهداف هو أجهزة اللاسلكي. طبعا هذا الأمر وكأن هنالك عند هذا العدو مخططا متدرجا بعدوانه، وفعلا كنا نتوقع ولكن لم نكن نقدر مستوى هذا الرد ونوعية هذا الاستهداف. إذا كان متدرجا سعادة النائب، يعني نحن ننتظر أشياء أخرى في الأيام القليلة المقبلة؟ طبعا ربما نحن أمام عدو متفلت من كل الالتزامات الأخلاقية والإنسانية وحتى من كل المواثيق الدولية، وهذا ليس بجديد. الكل يعرف، كل متابع، كل قارئ سياسي يعرف تماما أن هذا العدو لم يلتزم يوما لا بقرارات دولية ولا بمواثيق ولا بشكل من أشكال الالتزامات للمجتمعات بأي مستوى من المستويات. ولو كان هذا العدو يلتزم بحدود وضوابط معينة قد نكون استغنينا عن حالة الحروب التي كنا نعيش في ظلها في المنطقة منذ وجود هذا الكيان، وما كان طبعا. إذن الذي حصل اليوم هو بتدرج وقد يزداد في الأيام القليلة المقبلة، إذن في خطر أكبر في الأيام القليلة. ذلك علينا أن نتوقع أي شيء من هذا العدو. وكما بدأت حضرتك، الليلة الماضية كانت من أعنف الليالي بقوة العدوان وحالة القصف اللي كان عم يتعرض له الجنوب من القطاع الشرقي مناطقنا من قضاء حصبية وصولا للقطاع الغربي. وبالمقابل كان في قصف كبير أيضا من قبل حزب الله، مفترض أن تكون بجهوزيتها وترد على هذا العدوان، وهذا ما حصل بالتأكيد. طبعاً. لكن طبعا نوع العدوان وتدرجه قد لا يكون في الحسبان في نوعية هذا الرد، لكن بالتأكيد من المتوقع أن يكون في أي يوم وأي لحظة هنالك تدرج في هذا العدوان لتحقيق الأهداف الذي وضع هذا العدو، وليس بالضرورة أن تتحقق، ولكن يحاول دائما كعادته أن يكون أمام مكوناته الشعبية بعد أن حصل ما حصل خلال العام الماضي وفشل في إعادة. إذن تفسيرك هو محاولة لرفع المعنويات الإسرائيلية. خليني لو سمحت لي أساسي من العناوين اللي كان رفعها هذا الكيان بكل مستويات وفصل الجبهتين بجميع الأحوال. دعنا نستمع إلى رأي فلسطيني من الدكتور نبيل عمر، وهو وزير الإعلام الفلسطيني السابق وكاتب الآن
مقالات غزيرة حول الأوضاع. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك، ولاحظت يعني في مقالتك اليوم تفنيد لخطاب أمين عام حزب الله، انتقاد في مرحلة معينة لهذا الخطاب. قبل أن ندخل بسؤال حول الخطاب وحيثياته، هل تعتقد أنه ما حصل اليوم هو رد على هذا الخطاب؟ يبدو أنه دكتور نبيل لديه مشكلة في الصوت، سنعود إليك دكتور نبيل حين تكون جاهزا. إذن سأعود إليك دكتور قاسم. التصعيد في الجبهة الشمالية الجنوبية عند الحدود الذي حصل في اليومين الماضيين إلى ما يشير، هل نحن ذاهبون باتجاه توسيع الحرب أم ما زلنا في إطار الخطوط الحمر؟ لأنه حسب ما فهمت من بعض تصريحاتك أنك تقول أنه التصعيد تجاوز الحرب العسكرية التقليدية وكأننا ذاهبون إلى مرحلة أخرى وأخطر. طبعا نحن نقول دائما مع هذا العدو علينا نتوقع أي خطوة وأي نوع أو شكل من أشكال العدوان. يعني لم يكن أحد يتوقع أن يكون هنالك هذا الشكل من العدوان بموضوع تفجير البيجر. نعم. هذا شكل جديد وقد لا يكون أبدا، والكل تفاجأ بهذا الشكل من أنواع العدوان. طبعا ومن خلال تجربتنا في لبنان وفي الحرب كل إنه في الحروب عمليا طبعا نحن ذاهبون إلى توسيع الحرب. هذا من اللحظة الأولى حاول هذا العدو مع كل الدعم والاحتضان الذي كان من كل هذا العالم في الأيام الأولى والأشهر الأولى مما حصل بعد 7 أكتوبر، حاول أن يجر إلى توسيع الحرب، أن طبعا يوسع هذه الحرب ليستثمر على هذا الدعم والاحتضان لتحقيق. هل الخطر الآن أكبر باتجاه توسيع الحرب؟ طبعا لا شك في خطر، وإذا ما ذهبنا إلى هذا الاعتقاد وإلى هذا التقدير ما منكون مشتبهين طبعا، لأنه علينا أن نأخذ الأمور على محمل الجد مع هذا العدو.